السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم مشاهدي قناة إلكترو فضل الله، نتمنوا من الله تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. مشاهدينا الكرام، هذا الفيديو إن شاء الله غادي نوريكم الأثمنة ديال بعض الهواتف اللي كتراوح الأثمنة ديالها قريبا من 1000 درهم حتى 4000 درهم. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام، الهواتف راه هبطات في الثمن وغادي وكتنقص. اليوم 16 مارس 2022، غادي نقول لكم الأثمنة ديال اليوم إن شاء الله. واللي مازال ما اشترك معنا في القناة يشترك الآن، ينضم العائلة ديالنا إلكترو فضل الله، مرحبا به. واللي باغي الجملة كنبيعوا الهواتف بالتقسيط والجملة. اللي باغي الجملة راه الرقم ديالي في الواتساب اللي هو 0679 77 77، يتصل بيا وراه الكمية اللي بغيتو راه كاينة موجودة. غادي نبداو بالريدمي نوت 11 اس، نوت 11 اس ديال 828 جيجا، هذا الثمن ديالو 2700 درهم. هنا الريدمي نوت 11 اس 628، نوت 11 اس 628 هذا الثمن ديالو 2580 درهم، 2580 درهم. كاين الريدمي نوت 11، نوت 11 628، هذا ماشي الاس، هذا نوت 11 فقط، هذا 628 جيجا، هذا كيدير 2200 درهم. هنا نوت 11 428، نوت 11 428 هذا كيدير 2100 درهم، 2100 درهم. نوت 11 428، نوت ديس اس 628، نوت ديس اس ريدمي نوت ديس اس 628 هذا كيدير 2300 درهم، 2300 درهم. هنا ريدمي نوت ديس اس 628، نوت ديس اس 628 هذا كيدير 2450 درهم، 2450 درهم. هنا ريدمي نفسي هذا فيه 4 جيجا في الرام و 128 جيجا في الميموار، هذا كيدير 1580 درهم، 1580 درهم. هنا الريدمي النفقة محبوب الجماهير، هذا راه معروف 32 جيجا و 2 جيجا في الرام، هذا كيدير 1080 درهم، 1080 درهم. ننتقلوا للانفينيكس، انفينيكس عندنا هذه البياسات، انفينيكس نوت 11 برو، انفينيكس نوت 11 برو فيه بروسيسور هيليو جي 96، 128 جيجا في الميموار و 8 جيجا في الرام، هذا كيجيو معاه ديكوتور بلوتوث اوريجينال، هذا الثمن ديالو داير 2450 درهم، 2450 درهم. عندنا انفينيكس الهوت 11 اس، الهوت 11 اس كيجينا ب 128 جيجا في الميموار و 4 جيجا في الرام، هذا الثمن ديالو داير 1780 درهم، 1780 درهم. كاين سمارت 6، عندنا انفينيكس سمارت 6، انفينيكس سمارت 6 64 جيجا و 4 جيجا في الرام، هذا الثمن ديالو 1250 درهم، 1250 درهم. دابا غادي ننتقلوا لسامسونج، سامسونج الأ 52، سامسونج الأ 52 هذا 128 جيجا و 8 جيجا في الرام، هذا 3200 درهم، 3200 درهم. هنا سامسونج جالاكسي الأ 32 هذا 6 جيجا في الرام و 128 جيجا في الميموار، الثمن ديالو 2500 درهم، ثمن 2500 درهم. هنا جالاكسي الأ 22، سامسونج جالاكسي الأ 22 هذا 6 جيجا في الرام 128 في الميموار، هذا الثمن ديالو 2200 درهم. هنا سامسونج الأ 02، أ 02 3 جيجا في الرام 32 جيجا في الميموار 1150 درهم، الثمن ديالو 1150 درهم. عندنا سامسونج الأ 03 كور، هذا 32 جيجا في الميموار و 2 جيجا في الرام، هذا 1030 درهم، 1030 درهم. هنا سامسونج جالاكسي الأ 12، سامسونج الأ 12 هذا 128 جيجا، هذا كيدير 1680 درهم، 1680 درهم. كاين الأ 12 64 جيجا و 4 جيجا في الرام، هذا الثمن ديالو 1550 درهم. عندنا فيفو إكريك 21، 64 جيجا في الميموار و 4 جيجا في الرام، وكتزيدوه 1 جيجا كما كتلاحظوا هنا، هو راه فيه 4 جيجا زائد 1 جيجا، يعني الا احتاجيتو لا رام كتزيدو 1 جيجا من الميموار.
هذا مشاهدينا الكرام، هذا الثمن ديالو 1800 درهم. 1800 درهم. عندنا تيكنو سبارك ويتسي، هذا جديد في الاسواق، هذا نوفو، فيه 64 جيجا و 3 جيجا في الرام. هذا الثمن ديالو 1350 درهم. الباتري 5000، كاميرا 13 ميجا بيكسل كما كتلاحظوا. 1350 درهم الثمن ديالو. 1350. عندنا بوكوفون 128 جيجا في الميموار و 6 جيجا في الرام، هذا الثمن ديالو 1850 درهم. 1850 درهم. عندنا الريلمي النفئي، الريلمي النفئي الثمن ديالو 2150 درهم، فيه 128 جيجا في الميموار و 6 جيجا في الرام، فيه 5000 في الباتري و 50 ميجا بيكسل في الكاميرا. كاميرا 50 ميجا بيكسل، 2150 درهم. 2150 درهم. عندنا الريلمي سي 11 محبوب الجماهير، ارخص هاتف في الريلمي، هذا كيدير 1080 درهم، 32 جيجا في الميموار و 2 جيجا في الرام، 1080 درهم. مشاهدينا الكرام، ارخص هاتف 128 جيجا 6 جيجا في الرام، هذا هو ارخص هاتف 128 جيجا 6 جيجا في الرام، ايكو اكس 3، هذا الثمن ديالو 1500 درهم. لا غلا على مسكين. 6 جيجا في الرام، 128 جيجا، وفيه 5000 في الباتري، وفيه 48 ميجا بيكسل في الكاميرا، وكيجينا باربع كاميرات، 48 ميجا بيكسل، 5 ميجا بيكسل، 2 ميجا بيكسل، 2 ميجا بيكسل. ارخص هاتف.